السؤال اللي كان قبل الفاصل الجي بي اس، وعشان نوضح للناس وش الجي بي اس، هذا اللي اكيد كل الناس تعرف، بس نحاول نتكلم مع اللي مثلي اللي ما يعرفون، اللي مثلي انا. هو الجهاز اللي نحط تحت التيشيرت حق اللاعب ويسجل بيانات الحركية، ولا لا؟ صحيح. انت وش تحتاج منه كمتخصص في العلوم الحركية؟ وش البيانات اللي تشوفها والارقام اللي تدور عليها في هذا الجهاز؟ طبعا الجي بي اس هذه طبعا تعتبر الان خلينا نقول نيو ريفولوشنز في كره القدم، يعني الان ثوره جديده. ايوه ثوره جديده، وفعلا الان اصبحت يعني كل ما ابتعدنا عن التقييم بالنظر الى استخدام اجهزه ان تكون معامل الصدق والثبات فيها عاليه، كلما كانت النتائج على يعني خلينا نقول نتائج علميه، وتستطيع من خلالها ان تبني برامج علميه محكمه. يعني احنا الجي بي اس احنا متخصصين بعلم الحركه، ان نحاول ان نشوف البيانات اللي هي اللي ناخذها من الجي بي اس، اللي هو معدل اللياقه، السرعه، التسارع، وجميع هذه المعلومات اللي احنا نحتفظ فيها عشان نشوف هل فعلا اللاعب عنده ثبات واستمراريه ولا لا، من خلال أدائه في المباريات، لأنه مهم عندنا الثبات والاستمرارية. إذا يعني اشرح لي هذا شوي. الثبات والاستمرارية أنه اللاعب يكون مثلا مستواه اللياقي ثابت ومستمر من مباراة إلى مباراة، ما يكون فيه أب أند داون، يعني في مثلا في مباراة عنده مثلا المجهود البدني اللي قام فيه عالي، المباراة اللي بعدها كان منخفض. لا احنا نحتاج إلى الاستابيليتي هنا في الموضوع للثبات، ويكون من كل مباراة فيها استمرارية. يعني احنا لابد انه يكون، انت تتكلم عن دوري كامل يعني، فهذه اشياء مهمة نعمل زي خلينا نقول الكومبيرنج بين مباراة ومباراة، مقارنات بين مباراة ومباراة ومباراة، علشان نشوف انه فعلا هو يعني قاعد يستفيد من خلينا نقول الجرعات التدريبية اللي قاعد ياخذها، معدلها اللياقي جيد، ما يكون في اي انخفاض، اي مشاكل عنده. اذا كانت فيه ايش تسوي الحين؟ تلقيت في مشكله، ايش تسوي فيها انت؟ ايوه نحاول نجي نشوف الان في المباراه، ونحاول نشوف الان ديناميكيه الحركه، نبدا نرجع لشريط المباراه ثم نشوف ايش المشاكل اللي وجدت صار. المشكله ايش تسوي فيها؟ ايوه نحاول تحولها لمين ولا عندك؟ لا عندي، لان المشكله مشاكل حركيه هنا، فنحاول الان نحاول نحلها مع اللاعب. يعني مثلا من ضمن الاشياء اذا مثلا وجدنا عنده مشاكل بالخطوات زي ما ذكر الدكتور مبارك، احنا نحط له هذا عشان ناخذ اللي هو اللي يسمونه السنتر اوف بريشر حق تكرم الحذاء، الفرشه اللي داخل الحذاء. ايوه السنتر اوف بريشر، نشوف هل فعلا انه ما عنده اي مشاكل، ما عنده اي مشاكل في الجري، حساسيه في الضغط على الحذاء. فتعرف وين المشكله. نعم، فنحاول احنا نصلحها. اذا لا سمح الله الان حدثت عنده اصابه، احنا نحولها للدكتور مبارك. الضغط على الحذاء يعني اذا الضغط زياده عند الاصابع الكعب، هذا برضه يعطيك انت اشارات معينه على شيء معين؟ نعم، لانه احنا عندنا يسمونها ديناميكيه الخطوه. ديناميكيه الخطوه انت تبدا بالكعب، ثم بطن القدم، تكرم، ثم الامشاط، ثم عمليه اللي هو اللي يسمونه الجيت سايكلينج، اللي هو عمليه التتابع الخطوات هذه، فلها ديناميكيه معينه. الفرشه ذي ايش تعطيك؟ الفرشه هذه تعلمني وقت الخطوه وين مركز الجسم قاعد ينزل فيه، يعني هل هو على الجنب اليمين، هل هو على الجنب اليسار، او يكون بالنصف، المفروض انه يكون مقارب للمنتصف. اذا كان نازل على جهه معينه احتمال يكون عنده مشكله في عمليه الغضاريف، احتمال يكون عنده مشكله في الاربطه، واللاعب مش حاسس فيها، ويكون مو بحاسس فيها، تقوس ممكن، او يكون اذا كان تقوس زي ما ذكر الدكتور منصور هذا يكون عنده من بدري يعني. لا انت ممكن من ضغط الحذاء انت تعرف انه اللاعب هذا مقبل على اصابه الفلانيه. نعم. يكون عنده ضعف مثلا خلينا نقول في الاربطه الركبه الداخليه، فيكون عنده مثلا ما يحاول يضغط عليها بطريقه كذا فيصير عنده تقوس في القدم للجهه الخارجيه، فلو هنا على طول نكلم طبيب النادي نقول معقول هذه الاشياء كلها ما يكون حاسس فيها اللاعب احيانا؟ اي لا.